بعد انتهاء جلسة استجوابها، أثنت الوزيرة هند الصبيح على الجميع ومن بينهم النائب صالح عاشور، وأبدت استعدادها لاستجواب عبد الله الطريجي المنتظر. بنشحن الحين ان شاء الله من كذلك اذا تقدم. انا مثل ما قلت لك، انا هو اساسي في العمل هو التعاون والعمل كفريق واحد. ارد اقول قد تكون هناك بعض المثالب او بعض الاخطاء اذا سلط الضوء عليها المستجوب، احنا نستفيد كوزراء. ان شاء الله لكل حادث الحديث لما تجيني محاوره، وان شاء الله نبتدي نفندق.